يعني تواجد المغرب كضيف شرف معرض الكتاب تنظن عنده عدة دلالات، هو أنه الدولة العربية والإفريقية الأولى اللي عندها الشرف، وهذا تيبين انفتاح ديال معرض الكتاب على الدول الجنوب، ولكن كذلك قدرة دول الجنوب وخصوصا المغرب باش تقدم الثقافة ديالها المبدعين ديالها. تنظن كذلك هدف هذا الوقت اللي فيه واحد الموجة عالمية ديال الانغلاق، يعني كل الدول كل الثقافات تتنغلق على نفسها، يعني انه المغرب يقدم يعني الادب ديالو المبدعين ديالو بكل لغات بكل يعني التنوع المواضيع اللي تيطرقوا عليها الكتاب والكاتبات المغربيات، تنظن غيمكن يساعد في تقارب الشعوب. واخيرا تنظن مهم لهذا بالنسبه للجاليه المغربيه، يمكن يعني نظرا للبعد ونظرا يمكن كذلك لكثره بعض المشاكل، حتى الجاليه المغربيه ما عندهاش واحد المتابعه واحد المعرفه بالتطورات الثقافيه اللي كاينه في البلاد، بينما المغرب تعرف منذ 10 سنين 15 سنه يعني ثوره هادئه ثقافيه حقيقيه، يعني لا في الابداع ديال الرسم او الروايه او الشعر او السينما. الان مثلا السينما المغربيه هي رابع سينما في افريقيا، هنالك جيل جديد من المبدعين والكتاب المغاربه، يعني حتى بالنسبه للجاليه المغربيه تنظن هذا التواجد مهم جدا.